يسرا اللوزي. ايوه قولي بقى انت ايه رايك، عشان برضو عندي كومنت، بس انت قول الاول. يسرا اللوزي كان لطيف. انا كنت بس الهوا اللي كان مدمر شكل الفستان وهي ماشيه، والجيبونه بانت سيفرال تايم. والجيبونه بانت، بس هو الفستان، بصي هو على شخصيه يسرا كمان لازم نبقى عارفين انه على شخصيتها حلو، يعني هي يسرا بنوته كيوت ولطيفه وباربي كده شويه، بس الفستان نفسيته كانت صعبه مع الهوا، كانت عايزه مكان او حفله مغلقه شويه. بص انت لما قلت لي ان دريس كود جران سواري، اوكي انا طبعا كنت شايفه الفستان ده تو ماتش حلق الجونه، يعني الجونه دي برضو جران سواري، يعني انت شايف، يعني ما اعرفش، انا شايف الفستان اوفر شويه عجونه. هو كان ممكن يبقى ابسط والنفشه دي تبقى ابسط. وسعيد حاجه تانية، انا حاسه الجزء الفوقاني من الفستان ملوش علاقه بالجزء التحتاني، مش في، يعني بص انا اول ما شفت يسرا قمر، عارفه اللوك كده طلع كيوتي زي ما انت بتقول، وهي فعلا شخصيتها كيوتي، ومش شايفه يسرا انا في فستان فيتد فاهم سكسي، لا هي مش اللوك ده خالص، هي صحيح. كيوتي بس الجزء اللي فوق من الفستان بعلاقته بالجزء اللي تحت مش مريح لعيني. انا شايف ان هو الفستان من فوق كان ممكن يبقى سامبرتال او حملات رفيعه، حاجه مفتوحه شويه، او حاجه مفتوحه، لان هو مع القماش الكتير اللي تحت كان لازم يبقى فيه تفاصيل سامبل اكتر من فوق بالظبط، يعني كان في حاجه للآخر. ميبي. بس هو على يسرى انا كنت حابه جدا. انا بقول لك الوهله الاولى، عارفه لما انا بقى قلت لا ده انا هقيم الفازيه، لما قعدت اركز فيه، هو اللون حلو جدا، اللون لطيف جدا، شعرها لطيف، كل حاجه، هو طبعا الهوا باين يعني هي في الصورتين، بصي هنا الهوا طاير في الجيبونه وهنا في الشعر. في الشعر.